أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. هاشتاغ تدهور الريال اليمني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. مؤسسة بادر تختتم تدريب موهوبي ومتطوعي مديرية الحواك في الحديدة. وسكايب يشفر المراسلات. الإصلاحات في فيسبوك، العائلة والأصدقاء أولاً. وضيف فقرة الاستضافة الموزع الموسيقي مروان الحمادي. مرحبا بكم. كشف تقرير حقوقي عن رصد 2250 انتهاكا بحق الصحفيين اليمنيين، معظمها ارتكبتها جماعة الحوثي بنسبة 85% خلال السنوات الثلاث الماضية. التقرير السنوي الأول عن الانتهاكات الصحفية ثمن الخذلان والذي دشنته المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى أوضح أن صنعاء مثلت المدينة الأخطر على الصحفيين طوال الثلاثة الأعوام، حيث شهدت أكثر من 1980 جريمة انتهاك بنسبة 88% من إجمالي الانتهاكات المرصودة. وتزامناً مع التقرير عمم الهاشتاغ في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان ثمن الخذلان، وتفاعل معه الناشطون والصحفيون. نشوف هذا التفاعل. ونشوف صور من المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه التقرير. هاشتاغ آخر انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى 15 من يناير، ذكرى الثورة الطلابية الشبابية السلمية، تحت عنوان 15 من يناير. نشوف التفاعل مع هذا الهاشتاغ. هاشتاغ أخير في حلقة اليوم، وكان ظهوره بسبب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد في الفترة الأخيرة وتسببت في انهيار الريال اليمني. الهاشتاغ بعنوان تدهور الريال اليمني. شوف التفاعل مع هذا الهاشتاغ أيضا. إلى الفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي، ونبدأها من الحديدة، حيث اختتمت مؤسسة بادر للتنمية وبدعم من أوكسفام الدورة التدريبية الثانية لإعداد وتأهيل الموهوبين والمتطوعين في العمل على التوعية والتثقيف حول الكوليرا والدفتيريا من خلال الأعمال الفنية الجماهيرية التي تحدث تأثيراً في أوساط المجتمع. نشوف صور من هذه الفعالية. Thank you.
وما زلنا في الحديدة، حيث دشنت شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بالمحافظة مشروع توزيع المواد الإيوائية للنازحين والمتضررين من الحرب. المشروع يتضمن توزيع المواد الإيوائية من مستلزمات النوم على 100 أسرة من الأسر المحتاجة والنازحة من القرى التي تشهد مواجهات مسلحة. أما في صنعاء فقد قامت مؤسسة إيجاد للتنمية وبالتعاون مع النظام الوطني لإدارة الحالة في بني الحارث بتقديم الدعم النفسي والتوعية بقضايا حماية الأطفال، واستهدفت 267 طفل وطفلة. نشوف صور من هذا النشاط. في صنعاء أيضا نظم مركز الإعلام الثقافي في بيت الثقافة حفل توقيع المجموعة الشعرية كبلاد تزور خيال الغريب للشاعر الشاب محمد مشهور. نشوف صور من الحفل. إلى عدن وتحديدا في نادي السرد، حيث أقيمت فعالية بحضور الروائي منير طلال تحدث فيها عن روايته الأخيرة الزهراء السقطرية. نشوف صور من هذه الفعالية. التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من شركة مايكروسوفت التي عقدت شراكة مع تطبيق التراسل المشفر سيجنال لإضافة ميزة التشفير إلى تطبيقها سكايب، وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود تطبيقات منافسة لإظهار حسن نيتها في حماية بيانات المستخدمين ومنع التجسس على الدردشات، بينما يحظى سيجنال بسمعة جيدة في هذه المهمة. ويعني إبرام هذه الصفقة أن كل الدردشات والملفات والرسائل الصوتية سوف تنتقل بشكل آمن من طرف إلى آخر خلال استخدام المنصة، ولن يستطيع قراءتها سوى المرسل والمتلقي، بحيث لن يكون الجواسيس قادرين على اعتراضها بسهولة لأنها تمر من خلال خوادم مايكروسوفت لتحليلها. ومع ذلك يحذر موقع ذا نيكست ويب التقني من أن هذا لا يغطي حتى الآن مكالمات الصوت والفيديو، ما يعني أن خطر التجسس عليها لا يزال قائمة. الخبر الثاني من فيسبوك، حيث أعلن مارك زوكربيرغ عن إصلاح كبير في خوارزمية موقع فيسبوك من شأنها إعطاء الأولوية للتفاعلات الاجتماعية ذات المغزى على حساب المحتويات ذات الصلة، وذلك بعد أسبوع من تعهده بإصلاح الموقع والتأكد من قضاء المستخدم وقته على نحو جيد. وبناء على هذا التعديل الجديد سيلغي الموقع أولوية الصور والفيديوهات والمنشورات التابعة لشركات ومؤسسات إعلامية، وأطلق مارك اسم المحتوى العام لصالح محتوى ينتجه أصدقاء المستخدم وعائلته. مارك توقع أن التغييرات ستؤدي إلى قضاء المستخدمين وقتاً أقل على فيسبوك، ما قد يؤثر سلباً على الشركة، لكنه رأى أنه كما يقول في حال قمنا بالأمر على نحو صحيح فإنه سينعكس إيجاباً على المجتمع والشركة على المدى الطويل. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بمقطع انتشر في يوتيوب لشاب يمني صمم سيارة حديثة في منزله وبسرعة عالية ومواصفات عالمية من أشياء بسيطة. نشوف المقطع. كلمة
شعرك يا رب. كيف صلحتها هذه؟ كيف صلحتها؟ يا ذوي وش الماكينة؟ فين يعني صلحتها؟ ايش من ورشة؟ فين؟ فين بيتك؟ نسمع الآن مع بعض الفنان يهودي يمني. رحمن بينا بدع على بسم الله، رحمن بينا بدع، رحمن بينا بدع على وبدا بغي لما وفرقا. يا طائر يا رمادي على بالله عليك، يا طائر يا رمادي، يا طائر يا رمادي على زلفى رقصة لحجية بمشاركة فتيات روسيات في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، نشوفها مع بعض. نختتم فقرات الفيديوهات مع الفنان الجميل عمر ياسين ورائعة محمد عبد الوهاب، يا وبور قولي. تطلع كبري حود مرة وبعدين دغري، ما تقول يا وبور رايح على فين؟ صوتك يدوي وانت بتهوي، والبعد أليم ناره بتكوي، والأرض بساط وانت بتطوي، ما تقول لوبور رايح على فين على فين. قربت الغريب وبعدت قريب، وجمعت حبيب عجم حبيب، والبعد نصيب والقرب نصيب، ما تقول يا وبور.
يجري كلامهم في سؤال وجواب بعد شوية. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم الموزع الموسيقي مروان الحمادي. أستاذ مروان أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يا هلا يا هلا والله، وشكرا على الاستضافة والله. يسعدنا استضافتك. لا سعيد أنا معكم. إحنا أسعد كأول موزع موسيقي معنا في هذا البرنامج. بالعكس والله أنا أسعد، ولي الشرف كمان إن أنا أطلع معكم في البرنامج. الله يخليك. طيب إحنا معنا في الأسئلة أسئلة سريعة وأسئلة أريحية، يعني فيها حوار وكذا. مستعد نبدأ؟ أوكي إن شاء الله. طيب كالعادة أول سؤال، أوصف نفسك بكلمة. مجنون. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ حالياً الفيسبوك والإنستغرام. وشخصية داعمة لك؟ نفسي. أجمل مكان زرته في حياتك؟ مكة. ومكان تتمنى زيارته؟ البرازيل. شخصية تحب مقابلتها؟ الفنان ياني الموزع العالمي. جميل. طيب عائق استطعت تخطيه؟ هو العائق هو حكاية الغربة، إنه أول ما دخلت أنا السعودية فكنت وحيد هنا لحالي يعني بالسعودية، فهذا الموضوع كان عاني منه، كنت أعاني منه كثير يعني بالغربة، يعني الغربة صحيح يعني الغربة مرة جدا يعني فعلا. فالحمد لله، لكن الفترة الأخيرة حاولت إن أنا أضغط على نفسي يعني، وحاولت إن أنا أخرج من الموضوع هذا، والحمد لله بعد ما طلعت أهلي وزوجتي للمملكة وعدينا يعني. ألف مبروك لك، الحمد لله على سلامتهم. الله يسلمك. طيب الآن لو ممكن تكلمنا وتعرفنا إحنا والمشاهدين، إيش هو التوزيع الموسيقي وإيش الدور المهم الذي يقوم بالموزع؟ طيب التوزيع الموسيقي، أنا بجيب بس مثال صغير بس على التوزيع الموسيقي. تفضل. انت تخيلي مثلا معك رسمه، اوكي، يعني معك رسمه مرسومه بالقلم الرصاص، فكيف بتحسي الرسمه دي بالقلم الرصاص؟ ما فيش احساس. التوزيع زي الالوان بالضبط. أوه. يعني لما تضيفي الالوان على الرسمه فيطلع لك جمال الصوره، جمال الـ 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 الحياه يعني، فهمتيني؟ يعني لو نتكلم بشكل فني، انت تاخذوا الكلمات بلحنه وتحطوا عليها الموسيقى. ناخذ ناخذ الكلام اول، بعدين نلحن، بعدين نوزع العمل. يعني جميل. نطرح الموسيقى عليه. جميل. ولو تكلمنا عن مشوارك الشخصي مع التوزيع الموسيقي. والله انا كاحترافي بديت ب 2009، لكن من قبل انا كنت اعزف من زمان يعني من الطفوله يعني، بديت بآلة الدرامز وبعدين بديت بالأورج وثبت بعدين على الأورج. جميل. لكن كاحترافي من 2009 يعني بديت الشغل يعني. في آلات موسيقيه اخرى تعزف عليها مش الأورج، يعني آلات موسيقيه حقيقيه؟ الدرامز والأورج وشويه جيتار. جيتار. طيب التوزيع الموسيقي واللحن يكمل احدهما الاخر، لكن من الذي يعطي الآخر القوة والجمال؟ أكيد التوزيع الموسيقي. اللحن هو عبارة عن لحن جملة، لكن هو يعني نص جمال العمل يكتمل مضبوط يعني، مش حلو، فأكيد التوزيع بيكون مش حلو. فإذا كان مثلا اللحن أو الجملة اللحنية كويسة فأكيد إنه بيكون التوزيع كويس، وعلى حسب رؤية الموزع والشخص اللي بينفذ الشيء هذا. ممتاز. طيب الأغنية هي عبارة أول شيء عن كلمات، إيش الخطوات اللي تستمر في أو اللي تخطوها عشان تخرج لنا الأغنية بشكلها الأخير؟ أول حاجة نبدأ على حسب يعني، هي تختلف من البعض للبعض. في ناس يبدأوا باللحن وبعدين يكتب الكلمات، وفي ناس يبدأوا بالكلمات وبعدين ينفذوا اللحن. التوزيع الموسيقي هو آخر شيء نشتغله بعد ما يكتمل اللحن كامل، بعد ما نبدأ نرسم التفاصيل اللحن، بعدين نبدأ نشتغل، نضيف الآلات، نضيف الكمنجات، نضيف
العود النايل، الجيتار، القانون، الدرامز، على حسب هوية الأغنية وماذا يحتاج للأغنية هذه بالضبط. طيب أنتوا إيش على إيش تعتمدوا في العمل، على الحدس والموهبة ولا إيش؟ هو الموهبة هي تكملها أكيد الدراسة. الموسيقى زي أي لغة بالعالم، يعني في لها حروف، في لها تقدري تكتبيها، تقدري يعني ممكن يعني إذا مثلاً اثنين أشخاص ما يفهموش بعض ويفهموا نوتة ممكن يتكلموا عن طريق النوتة يعني. فالموهبة هي تكمل الدراسة يعني أكيد. طيب أثناء إعداد مقطوعة موسيقية تعتمدوا على صوت الفنان من ناحية التحكم في الطبقة ومقدرته على أداء الأغنية بشكل يتناسب مع التوزيع ولا كيف؟ يعني هي زي ما قلت لك يعني اللحن الموزع الموسيقي هو اللي يبدأ يفرض الطبقة المناسبة للفنان ويفرض الجملة اللحنية أو مسار اللحن اللي تمشي مع اللي يتناسب مع صوت الفنان، فكلها تكمل بعض يعني. لكن التوزيع الموسيقي هو اللي أكثر الأكثر اللي يمسك اللحن يعني. يعني أفهم إنه الأغنية بشكلها الأخير أول شيء تمر لعندكم وأنتوا تقرروا نوع الطبقة ونوع الأداء ولا كيف؟ على حسب الفنان، إذا كان مثلا الفنان متعاون مثلا معي وفي أكثر من عمل اشتغلناه من قبل فممكن أنا أحدد له الطبقة اللي تناسب صوته. لكن إذا مثلا أول مرة فيعني تأخذ مننا وقت يعني عشان نحدد له الطبقة ونحدد له مسار صوته لو لا فهم بيتجه وكذا. جميل. لو تكلمنا عن التكاليف، يعتبر التوزيع الموسيقي يعتبر يعني مكلف لصاحب الأغنية، وهل يعتبر مجال مربح؟ هو بالنسبة للتكاليف هو على حسب خبرة الموزع وعلى حسب اجتهاد الموزع يعني مثل المذيعين مثلا، كل مذيع أو مقدم برامج يختلف عن شخص آخر يعني. فمذيع له خبرة، له سنوات شغال بالمجال هذا، ومذيع ثاني لسه جديد، فالأسعار تتفاوت يعني من بين لبين. طب تقدر تعطينا متوسط الأغنية واحدة؟ متوسط حساب يعني؟ متوسط يعني هي ما تعلاش أزيد من $1,000 ولا تنقص على $700-800. هذا بالنسبة للموزع العادي. لكن إذا كان فيها مثلا إضافات، فيها آلات لايف بتنفذ، فيها آلات حية بتنفذ، فأكيد السعر بيكون مختلف من مكان لمكان يعني. يبدو لي يعني مربح الشغل. ايوه. لا بقدر التعب اللي نحن نعاني فيه يعني من الشغل يعني. فالفلوس مش عائق يعني او نفكر فيها يعني. لكن يعني يمكن هو عشان الجهد. طيب كم تستغرق في اغنيه واحده، كم تستغرق عليها الشغل؟ يعني على حسب الجمله برضو يعني. انت عارف انه اللحن يتكون من عده مقامات، اذا كان مثلا اللحن في عده مقامات مثلا بيات، رست، سيكا، فهذا ياخذ جهد اكثر عشان الواحد يبدا يفكر كيف يصنع الجمل، كيف يبتكر اشياء تخرجك من مقام الى مقام وزي كذا يعني. اذا كان اللحن مثلا اذا كان مثلا المقام واحد فالموضوع يكون عادي، بس اقل 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 عدد الايام يعني اللي ممكن واحد يشتغل فيها يمكن 3 ايام، يومين على حسب. جميل. طيب ايش البرامج اللي تستخدموها في التوزيع الموسيقي؟ هو الفتره الاخيره هو كثرت البرامج اللي على الكمبيوتر، في معك برنامج الكيوبيز، برنامج البروتوز، السونار، النويندو، يعني في عدة برامج، لكن أنا حالياً أستخدم البروتولز والكيوبيز. طيب إيش الفرق بين التوزيع بالبرامج وبين التوزيع بالآلات الموسيقية الحقيقية، وإيش يفضل الفنان منهم؟ طيب هو بالنهاية هو الفنان هو بيختار الآلات اللايف، لكن بالبداية لما نبدأ نرسم التوزيع فضروري نبدأ نرسمه على الكيبورد يعني. طيب أستاذ مروان، إيش الفرق بين التوزيع بالبرامج والتوزيع بالآلات الموسيقية الحقيقية، وإيش يفضل الفنان منها؟
طيب التوزيع الموسيقي هو أصلاً يبدأ أول حاجة بشغل كيبورد، يعني هو بالنهاية هو الفنان يفضل هو أكيد الآلة اللايف، لكن بالبداية نبدأ نشتغل على الكيبورد ونبدأ نرسم كل آلة، مثلا نرسم خط الكمنجات، نرسم خط الجيتار، نرسم خط البيز وإلى آخره، يعني لما تكتمل الصورة بالتوزيع. بعدين في ناس متخصصين بكتابة النوتة، يعني فيكتبوا كل تراك بكتابة، يكتبوها نوتة وبعدين تنفذ لناس مختصين بشغل الآلات اللايف. فأكيد بالنهاية يعني الآلات اللايف يعني ما فيش بديل يعني. فعلا. طب احنا نعرف انه عدد من الفنانين على المستوى الوطن العربي تعاملوا معك، ممكن تسمينا بعض الأسامي؟ هو بالبداية انا تعاملت مع الفنان فؤاد عبد الواحد بعد فوزه بنجم الخليج، واشتغلنا شوية عمل بس كانت خاصة، واشتغلنا كمان حفلات، وبعدها أغنيتين اشتغلتها كمان لألبوم وليد الجيلاني اللي نزل الأخير، وليد الجيلاني 2018، وفي كمان زفة اشتغلتها للفنان حسين الجسمي، وكانت لإحدى العائلات الكريمة في جدة، وكان للشرف ان انا مثلا ان انا وزعتها يعني. جميل. طيب بالنسبة لك الفنان الملحن افضل ام الفنان الذي يمكنه العزف على آلة موسيقية؟ الفنان هو الافضل بالنسبة لي، انه الفنان لازم اي ملحن يكون يعزف على آلة موسيقية. ليش؟ لانه الآلة هي تمكنك من اداء لحنك بشكل جيد يعني. فالافضل انه يكون الملحن عازف افضل يعني. طيب عشان يكون لنا السبق، ايش رايك تعزف لنا مقطوعه حصريه لبرنامج كيبورد؟ اوكي تفضل. أستاذ مروان، اليوم تعلمنا معك عن التوزيع الموسيقي كثير، نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لاستضافتكم والله، وأنا سعيد جدا بالمقابلة معكم ولنا الشرف كمان. تعرف أن احنا أسعد ولنا الشرف احنا. الله يخليكم ومن ذوقكم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، ننتظر تفاعلكم مجددا معنا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.